طيب دلوقتي احنا عملنا موقف كده، خلينا نشوفه سوا ونعلق عليه، خلينا نشوف الفيديو أوكي. سوا. مش ممكن تكون بوسي ضيفة برنامج تحت السيطرة وما نعملش فيها مقلب ونختبر قد ايه ممكن تبقى تحت السيطرة. وصلت مطار بيروت وكان المقلب في العربية اللي مستنيها. العربية كانت مقلوبة ومليانة زبالة وهدوم واكل في كل حته، اللي هو مش كتير يعني. طبعا بوسي ومدير اعمالها ابتدوا يتعصبوا وجالهم حاله هستيريا. لا يا استاذ بس دقيقه شويه. بوسي فقدت السيطره وقررت ما تركبش العربيه ومشيت وهي زعلانه ومتعصبه. خرج ولم يعد. ودي كانت اخر مره شفنا فيها بوسي قبل ما تخش الاستوديو. طب ليه؟ عملنا اختبار، احنا دايما بنعمل لضيوفنا اختبار تحت السيطره. تمام. نجرب نعمل فيهم حاجه، اكيد طبعا بيبقى المقامهم محفوظ وكل حاجه في عربيه الى اخره، وانت مجربانا قبل كده يعني. فبس حابين نعمل اختبار. ما انا استغربت بصراحه، جايبين عربيه غريبه قوي. جايبين عربيه غريبه. لا ومعلق هدوم. اقول له حاجه مين دي؟ قالوا له حاجه المدام. طب حاجة تحطلها، طب يعني شيلها في حتة تانية، طب احنا هنركب فين؟ طيب. وانت عارفة المكان اللي في النص ده بيبقى صعب جدا. بس عصبتي يعني، عصبتي ومشيتي، انت مدير اعمالك يعني. بصي دايما هو ترجعه تماما. اقول لك حاجة، حمدي دايما بيبقى عارف يعني، انا طول ما حمدي موجود معايا انا ما بتكلمش. حمدي طبعا ده جماعه مدير اعمال عشان بس تبقوا عارفين. انا ما بتكلمش عشان هو بيبقى عارف ايه الصح وايه الغلط، واكيد هو عارف انا ببقى عايزه ايه ومش عايزه ايه، فهو بيتعامل بنيابه عني بالظبط. بس يعني. بس كان الموقف راح للاكستريم، راح قوي يعني، حتى كلموا الاداره وقالوا له ان احنا مش قصدنا، وده ده حاجه بنعملها زي اختبار لتحت السيطره، ورفضته تماما وركبته تاكسي من المطار ورحتي. فعلا عشان ولا ترجعي ولا اي حاجه، خلاص انت عشان هو عارف ايه الصح. انا واثقه في حمدي، عارفه هو بيعمل ايه صح وايه غلط يعني. هو الحمد لله مش اي حاجه غلط، الحمد لله دايما بيعمل صح وبيعمل اللي ليه بمكانتي وبوضعي. هو عارف مثلا معاه مين كويس، فهو بنيابه عن كده بيتصرف. طيب ودلوقتي وصلنا لفقره ان الجمهور هيصوت بالتسقيف، وشوفك في الفقره دي كنت تحت السيطره ولا لا. اوكي يلا يبتدي التسقيف معانا يا جماعه، نشوف النسبه هتوصل ليه. حضرتك انت ممكن تشجعيه علي خليكوا لي. شفتي حلو. 78 نسبة حلوة بس ممكن تبقى أعلى، يمكن الاختبار هو اللي وطى النسبة شوية، مع إن كل إجاباتي كانت تحت السيطرة. هو ممكن كانوا عايزين مثلا يشوفوني وأنا متعصبة شوية، متضايقة شوية. بس مش هديلكوا فرصة. مش هديلكوا فرصة.